معي على الهاتف صديق محمد عبد العزيز حسن عبد العليم. مساء الخير يا حسن. مساء النور يا مريم. محمد، يعني اولا البقاء لله، طبعا الحقيقه انه حادث مؤسف جدا. انت عرفت ازاي عن الجريمه دي؟ الحمد لله دوام. والله محمد هو من عادته ان هو بيقتني كمبيوتر ولابتوب. هو محمد هندسه اتصالات طول عمره من واحنا صغيرين، هو دماغه في الكمبيوتر ودماغه في الحاجات دي. فهو احنا يوميها كان يوم الاربعاء تقريبا ما فيش، يعني هو احنا ما اتكلمناش من الصبح، هو كان في الكليه بتاعته عادي، رجع البيت ولقيناه بعت لنا على الشات على الفيسبوك بيقول لنا يا شباب اروح شيراتون ازاي. يعني هو احنا متعودين ان هو بيسال على اماكن، ساعات بيروح يشتري حاجات او اي حاجه، وبعدين كان ساعات بياخد مننا ناس يعني تروح معاه. ما جاش في دماغنا خالص ان احنا ممكن نساله، يعني هو انت رايح فين يا محمد، او ايه اللي هيوديك في مكان زي شيراتون في وقت زي ده، شيراتون حته مقطوعه. ما جاش في دماغنا خالص، ما حدش سال. ده كان وقت متاخر ولا ايه حصل؟ هو كان الساعه 8، لكن احنا من القناطر الخيريه فالمسافه ما بيننا بعيده، يعني هنقول مثلا هو من 8 لحد 10، يعني هو كان هيكون هناك الساعه 10. ف ما فيش، يعني هو خلاص واحد صاحبنا وصف له المكان وخلاص، وقال لنا شكرا يا شباب تسلموا وخلاص. وبعد كده لقيناه ما رجعش بالليل، بس يعني ما جاش في دماغنا حاجه، قلنا مثلا ممكن يكون هو رجع ونام على طول، او مثلا ما فتحش انترنت ما كلمناش. لكن فوجئنا كده، واحد صاحبي فوجئ ان هو اخته بتتصل الساعه 8 الصبح بتقول له محمد تليفونه مقفول من امبارح، ما نعرفش عنه حاجه وما رجعش، وانتم ما تعرفوش هو فين. المهم ان هو صحانا كلنا وقال لها على اخر حاجه ضارب بينا وبين محمد ان هو سالنا عن مكان الشيراتون. فامه كانت عارفه بالموضوع ده، وكانت عارفه ان هو رايح يشتري لاب من الشيراتون. فوالده وابن خالته توجهوا الاسم هناك، راحوا قدموا بلاغ، وفضلوا تقريبا الكلام ده كان الساعه 10 الصبح مثلا، او 10 او 10 11 كده، وما فيش. يعني كنا بنتابع معاهم بالتليفون انا واصحابي، مره كده كلمناه قال لنا احنا رايحين بس نتاكد، وما قلناش نتاكد من ايه. انا بعد ربع ساعه تقريبا اتصل بينا وقال لنا البقاء لله. فهو طلع ان في بلاغ تقريبا من الناس هناك اللي ساكنه ان في جثه شاب مرمي في جنينه كده. حسن، يعني محمد ما عملش حاجه، محمد رايح يشتري لاب من المنصه، واكيد كلكم بتستخدموا ده. انت بتستخدم المنصات دي؟ هو انا يعني انا كان بخش بتابع الاسعار وبتابع الحاجات، لكن انا عمري ما اشتريت. لكن محمد مش اول مره يتعامل. محمد كسب كاميرا وكسب بلاي ستيشن 4 من على النت وباعهم على اوليكس، وكان مره باع ماوس ومره باع كيبورد. يعني هو مش اول مره يتعامل، لكن هو كان طول عمره بيتعامل كبيع، لكن هو عمره ما اشترى حاجه. فهو ما حطش في دماغه، او يعني هو لا طبعا ما شيء طبيعي. طبعا ما جاش في دماغه ابدا ان هو ممكن حد يعمل في حاجه زي كده. محمد ما شاء الله من الناس كفايه سيرته الطيبه بين الناس، هو معروف محمد في دفعتنا ما شاء الله ذكي ومتفوق ومحترم جدا، الناس كلها تشهد له بكده. عمره ما اذى حد وعمره ما عمل حاجه، انا ما يستاهلش نهايه زي دي ابدا. يعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، لانه كمان اللي قتلوه اتنين من الشباب، حاجه يعني بصراحه مزعجه. ربنا ينتقم منهم. احنا بنطالب، انا واهله بالقصاص. طبعا احنا القصاص، من قتل يقتل ولو بعد حين. احنا مش عايزين اكتر من كده، عشان الكلاب دول يكونوا عبره لاي حد يعمل اي حد يعمل اي حاجه او يفكر ان هو يعمل حاجه زي كده. محمد خلاص فارق دنيتنا، لكن احنا مش عايزين حاجه زي كده تحصل مع حد تاني. عايزين القصاص كمان، سرعه القصاص. مش عايزين المحكمه تاخد، احنا بنثق في المحكمه وبنثق في القضاء، ولكن احنا مش عايزين اي شفقه او رحمه تاخدهم بالكلاب دول. احنا ونطالب ان المواقع دي يتم فرض ضوابط معينه، لان عشان الموضوع ده ما يتكررش، لان اوليكس اي حد ممكن يخش يعمل اعلان، واي حد ممكن يخش يبيع سلعه مزيفه. مفيش اي ضوابط ومفيش اي قيود على الموضوع. هو في قواعد وفي مفروض ان هو في كل الحاجات المحترمه بيكون حد يبعت صوره بطاقه او في اكونت او يجيلك كود مثلا، يعني بالظبط يعني عشان ما حدش يعمل حاجه زي كده. لكن نقول الحمد لله هو عمره ونصيبه، الحمد لله.
الحمد لله. إنا إليه وإنا إليه راجعون. بشكرك يا حسن جدا، حسن عبد العليم صديق محمد عبد العزيز اللي بنعزي طبعا أهله.